السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخ وسام، تحية طيبة ليك وأيضا تحية للإخوة المتابعين ليك في القناة وفي الجروبات التحليل الموجي والبرايز أكشن. حبيت اليوم أن ندلي بشهادتي اللي هي شهادة أمام الله إن الصراحة الدورة بتاع التحليل الموجي شيء خيالي وشيء رهيب. ما نقدرش نقول لك إعجاز، هي فاتت الإعجاز الصراحة. يعني الواحد يعني زي ما بنقولوا احنا بنقولوا لن راسي وقف من بعض التحليلات ومن بعض الـ الأماكن اللي كنت نخش فيها، كنت نخش عكس القوة عكس اتجاه عكس الاتجاه كنت نخش، يبدأ الاتجاه بيعي نبدأ في، اكتشفت ان انا في من مرات كنت نخش في اتجاه شرائي هو اتجاه بيعي، يعني عكس التيار. فالصراحة بارك الله فيك، مشكور جدا 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 على شرحك اللي هو بنية صافية وينم على انك انسان تبارك الرحمن ما شاء الله عليك. يعني تعطي في الحاجة، تعطي فيها بخاطر وتعطي فيها من كل قلبك، وكأنك تسأل الأجر من الله قبل تسأل الأجر على الدورة. يعني بارك الله فيك الصراحة. نحب ننصح كل الإخوة اللي متابعين ليك في القناة، في قناة اليوتيوب، ومترددين ان هم ياخذوا الدورة. الدورة مفيدة جدا، انا لست متداول نهائي، بس مجرد انا واصل تقريبا في الفيديو السادس. انا اتفرجت على جميع الفيديوهات سريعا، بس طبعا ضروري من التكرار، فانا في التكرار واصل للفيديو الخامس او السادس في التكرار. صراحة كل ما نعاود الفيديو كل ما نكتشف معلومة جديدة، كل ما نعاود الفيديو كل ما نكتشف معلومة جديدة ومفيدة. المهم تقريبا لي 10 أيام أنا داخل في الدورة، ما دخلتش ولا صفقة نهائيا. امبارح بس خشيت في صفقة، طبقت استراتيجية نقص الزخم، ونقص الزخم مع التصحيح، وطبقتها في اتجاه معاكس. يعني انه هو كان هبوطي زي ما عارف انت، البيتكوين نزل ونزل معاه جميع العملات. ف توكلت امبارح على الله وقلت خلي نجرب نشوف، يعني نقدر ان هل انا استفدت من الدورة ولا لا. تصور اخي الكريم ان ساعة ونحلل في الشارت وتوصلت وخديت قرار اني نخش، خشيت بمبلغ مستعد اني نخسره، ما عنديش فيه اشكاليه، مبلغ صغير يعني، ودرت وقف الخساره وكذا. صحيت اليوم الصبح لقيت التحليل، النتيجه كانت زي ما تقول انت بالبيبس، محقق 11000 بيبس، يعني محقق 330% مكسب. فهو هذا، يعني حبيت نقول شهادتي، حبيت نشكرك بارك الله فيك على مجهودك الطيب الرائع المخلص، اللي الصراحة أنا شخصيا نتمنى أني في يوم من الأيامات نتقابل معاك، نزورك في المغرب، ناخذ دورة مباشرة معاك لو في المستقبل درت دورات بإذن الله. فشكرا جزيلا ليك وتحياتي. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد قناة العلم يعرف الكذب. سنقوم بتحليل الإيثريوم، لكن قبل البدء أدعوكم الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها سأضعه لكم في صندوق الوصف. القناة نضع آخر عروضنا، عرض دورتين بسعر دورة واحدة، دورة التحليل الموجي ودورة البرايس أكشن، 34 فيديو مسجل، 25 ساعة من المعلومات ومن أسرار الاحتراف. أي سؤال
متداولين فقط ب 197 دولار. سأضع رابط الاشتراك في العرض أسفل في التعليقات، خذوا الرابط كاملا واستغلوا العرض قبل فوات الأوان. كذلك لا تنسوا الانتساب إلى قناة علم يعرف الكذب إذا أردتم الحصول على تحليلات يومية دائما. انتسبوا للقناة ودعمونا، ادعمونا أصدقائي. لا تنسوا كذلك الذهاب إلى الموقع، هناك كتب يمكنكم تحميلها مجانا مثل الدليل الأساسي للشمال الياباني، فقط اضغط على الإبداع المجاني تضع إيميلك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسر لك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو مغزى تعليمي تثقيفي 100%. لا نعطينا نصائح مالية ولا استثمارية، إذا ضغطت على زر الشراء والبيع أنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة العلم على الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلب منك أن تراقب تقارن تشاهد، إذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى دورتنا وإلى عروضنا. لاحظوا معي، الإيثريوم لديه موجة دافعة، تصحيح موجة دافعة زيادة في الزخم، أحتاج إلى تصحيح كبير ثم بعد ذلك سنحصل على مثل هذه الموجة الدافعة للصعود. إذا الإيثريوم وللاستثمار الشرائي وللصعود، لكن متى؟ عندما يكتمل هذا التصحيح، عندما أرى حركة قوية هكذا ويتم كسر قمة هذه الحركة القوية، أتوقع أن تكون هناك حركة مساوية لها على أساس أن يكون هذا رانين فلات للصعود، أو ممكن يكون إكسباندين فلات كذلك للصعود. بالتالي الاحتمالين جائزين. إذا ما علي أن أفعله هو أن أحلل آخر موجة هابطة وأرى بنيتها لكي أقول هل اكتملت بنيتها وخلاص الإيثيريوم هو للصعود، ولا هناك ماذا؟ هناك أشياء أو تعقيدات في السوق. طيب إذا نظرنا جيدا إلى الإيثيريوم سأجد أنه أنا لدي نطاق، هذا هو النطاق، لاحظوا معي هنا، وهذا النطاق لازلت لم أكسره، بالتالي لازلت غير متوقع للصعود، هذا نطاقي. لو كان الإيثريوم للصعود لكان صعد الإيثريوم هكذا، كسر هذه المنطقة وبدأ يصحح هنا نطاق للصعود. بالتالي طالما الإيثريوم صعد إلى هذه المنطقة وبعدين عاد وارتد بنسبة كم؟ 80-90%، ثم صعد بعدين ارتد بنسبة كم؟ 70-60%، وهو الآن صاعد، فهذا يعني أنني أنا في نطاق في تصحيح، لا زال البائعون لم ينتهوا من البيع، لا زال البائعون موجودون. طيب ستقول لي متى يا أخ وسام سينتهي البائعون من البيع؟ سأقول لك سينتهي البائعون من البيع إذا صعد السعر وكسر بقوة النطاق ثم صححها هنا. هنا سأقول أوكي، البائعون انتهوا من البيع، لأن هذه منطقة تمركز الأموال، والسعر صاعد إلى أين؟ إلى مستوى 4800 دولار كهدف أول، ثم ربما مستوى، لنقول إذا كان هذا رانين فلات سنكون نريد المستوى مثلا $7000، $7000 هذا هو المستوى الثاني إذا كان هذا رانين فلات. إذا لم يكن هذا رانين فلات وكان الإيثريوم لازال يريد النزول، فهناك احتمال كبير أن يعود الإيثريوم إلى هنا، يكسر هذا القاع ثم يصعد يعطيك رانين فلات هنا، ثم يعود للنزول لكسر القاع، وتكون هذه الموجة A B C ومن هنا يصعد، ويكون هذا إكسباندين فلات. هذا السيناريو. سيناريو آخر كذلك مهم ومهم جدا، ممكن أن ينزل الإيثريوم هكذا ولكن لا يكسر هذا القاع الذي هو مستوى 2000 دولار، 2100 دولار، ثم يعود ويعطيني هذه الحركة، هذا نموذج ريجولار فلات لهذه الحركة، موجة دافعة تصحيح موجة دافعة ثم نزول أخير، قد يكسر هذا القاع فقط الحمد لله عفوا، قد يكسر مستوى 1600 دولار يعطيني إكسبانين ثم يعود، وتكون هذه الموجة على شكل A B C. لذلك نحن في منطقة خطيرة مثل البيتكوين، إذا سأنتظر هذا النطاق، إذا تم كسره بقوة بشمعة قوية على الفريم اليومي، تكون أكبر شمعة وأطول شمعة والأمور تكون واضحة فيها، أنا لا أريد أن أعطيكم استراتيجية لأننا لا نعطي توصيات، لا نعطي نصائح مالية، لذلك كل حسب استراتيجيته. أنا سأنتظر شمعة كبيرة قوية تكسر لي هذا النطاق، أنتظر على الفريم اليومي تصحيح، هذا هو صعودي.
ستقول دخلت متأخرا؟ نعم دخلت متأخرا، لكن على الأقل ضامن هذه المسافة. لكن إذا دخلت هنا لست ضامنا لأنه قد ينزل السعر. لذلك انتبهوا أصدقائي، كما تلاحظون هذه طريقة منطقية بسيطة. نحن نريد أن نطور فيكم المنطق في التحليل، وهدفنا هو تعليمكم لا أقل ولا أكثر. لذلك إذا أردتم استغلال عرض دورتين بسعر دورة واحدة، هذا هو الرابط الذي يمكنكم التحدث فيه معي، أنا الذي أجاوبكم مباشرة. لا تنسوا أن هذا العرض قد ينتهي في أي لحظة، لذا أتمنى منكم أن تستغلوه قبل فوات الأوان. لا تنسوا أننا أو أن هدفنا هو تعليمكم لا أقل ولا أكثر. لا تنسوا أن تفعلوا لايكات، دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، يعني حاولوا أن تنشروا الفيديوهات على أكبر عدد ممكن من الناس ليستفيدوا لتعم الفائدة. لا تنسوا كذلك أن تنتسبوا إلى قناة العماءة الكذب، انتسبوا إلى أصدقائي حتى تصبحوا عضو أعضاء فعالين في قناة، ولا تنسوا أن العماءة الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي وسام، حبيت أرسل لك الفيديو وأتشكرك للمعلومات الثمينة اللي وفرت لنا إياها بالفيديو بمجموعة التحليل الموجي، اختراعك وابتكارك ما شاء الله عليك يا أخي. أصعب إشي بالتداول اللي هو التحليل الموجي هذا، فعلا يعني قبل ما تعرفت عليك كنت من 95% الأغبياء المتداولين، والحمد لله يعني بإرادة ربنا وبالكورسات اللي وفرت لنا إياها إن شاء الله يعني عم بترك 95 وعم باجي لل 5% المتداولين الأذكياء. أهم شيء بالكورسات تاعتك يا أخي، وهذا هو الإشي اللي إحنا اللي نتداول ننساه، اللي هو المنطق. كيف البيج بوي أو كيف أصحاب النفوذ بالسوق، صناع السوق، كيف بيفكروا؟ لما نعرف كيف بيفكروا حنعرف كيف نتداول معهم. يا أخي نتشكرك مرة تانية على المعلومات اللي وفرت لنا إياها، ونتمنى دايما نسمع منك اختراعات أو اكتشافات جديدة في السوق عشان نكون يعني من المتداولين الناجحين ونسوي أرباح. هلأ صدقا بالأسبوعين اللي فاتوا مع تحرك السوق سويت أرباح متواضعة الحمد لله، يعني ندخل بالتريد ومتوقعين تقريبا يعني 70% شو رح يصير. كنا من أول ندخل بالتريد 50% هيك 50% هيك، الحمد لله هلأ صار 70% نظرتنا لاتجاه السوق صح. نشكرك يا أخوي وسام، والله يخليك لإلنا وللمجموعة الحلوة اللي عملت لنا إياها. سلام.